السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأخبار والأحداث المتعلقة بسوق الصرف وأسواق المال والذهب في سوريا وأهم الأخبار الاقتصادية نناقشها مع حضراتكم اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، وما ننساش ندعي لكل إخواتنا في الوطن العربي ربنا يحفظهم ويسلمهم من كل شر يا رب العالمين. أهلا بيكم. عادت أسعار الصرف في سوريا للاستقرار أمام الليرة سواء في السوق الرسمية أو السوق السوداء، ليتحرك الدولار في السوق السوداء بين مستويات 14650 ليرة إلى 15420 ليرة، بينما تحرك اليورو في السوق السوداء بين مستويات 16084 ليرة إلى 15970 ليرة، وفي السوق الرسمية ظلت الأسعار مستقرة عند 13668 ليرة في نشط المصارف والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي، وعند 12500 ليرة في نشرة البنوك. وعلى صعيد أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، قالت تقارير اقتصادية إن أسعار الزيت النباتي في الأسواق المحلية قد طرأ عليه ارتفاع مفاجئ بزيادة تقدر بنحو 20% عن الشهر الماضي، وتزامن ارتفاع سعر الزيت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام. ومن جانبه أرجع الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة سبب ارتفاع أسعار الزيت للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتسبب بخلق حالة من القلق لدى المستهلكين لشراء كميات كبيرة من المواد وتخزينها. وأوضح أنه رغم أن كميات الزيت النبات المستوردة كبيرة ولم تتوقف، لكن الأحداث في المنطقة أدت لانقطاع الزيت المهرب كسائر المواد التي تدخل بطريقة غير شرعية، وهنا زاد الطلب على المنتج المحلي، وهو ما دفع بعض التجار لاستغلال الأزمة واحتكار بعض الكميات لتقليل انسيابها في الأسواق، ما سيؤدي لزيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها، كما نفى وجود أي مبرر لرفع سعر الزيت لهذه الأرقام، فسعر الصرف ثابت واستيراد المواد الخام لم يتوقف، أي أن تكلفة صناعتها ثابتة. وفي النهاية نتمنى استمرار استقرار الأسواق والأسعار، حيث أن الظروف صعبة وطاحنة يعاني منها الجميع، ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية أجده لا يزال متمسك بأمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لسعر الدولار مقابل ليرة في عدد من المدن والمحافظات اليوم الخميس، سجل في دمشق وحلب واللاذقية وحماة ودرعا والسويدة وحمص نفس الأسعار التي سجلها أمس 14650 ليرة إلى 14750 ليرة، وفي إدلب وعين العرب ومنبج والرقة دير الزور والحسكة كذلك سجل نفس أسعار أمس، ليسجل 15110 ليرة إلى 15420 ليرة. أما عن أسعار العملات أمام الليرة السورية فقد سجلت استقرار اليوم، ليسجل اليورو 16084 ليرة مبيع و 15970 ليرة شراء، وسجلت الليرة التركية 431 ليرة مبيع و 426 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3950 ليرة مبيع و 3920 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48083 ليرة مبيع 47732 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 304 ليرة مبيع و300 ليرة شراء. وعلى صعيد أسعار الذهب والفضة فقد سجلت ارتفاع قياسي جديد، ليسجل جرام الذهب عيار 24 مليون و277 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و173 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 مليون و122 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 962 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2676 دولار فاصل 30 سنت،
وسجلت ليرة الذهب 8,913,000 ليرة سورية اللي بتساوي 602.23 دولار، وسجلت أونصة الفضة 470,393 ليرة سورية اللي بتساوي 31.78 دولار، وسجل جرام الفضة في سوريا 15,125 ليرة. ده كان عرض سريع لأسعار الدولار والعملات وأسعار الذهب والفضة في سوريا خلال تعاملات اليوم. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني ودعمني، أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.